السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب سيج، حيث انه عمليه الصيانه تاع الارضيه هي عمليه متواصله وعمليه روتينيه. وحبيت ناكد واحد النقطه مهمه جدا. كاين كثير من الناس كيشوفوا الارضيه تاع اي ملعب تاع عشب يقول لك الارضيه راهي صفراء والارضيه ماشي مليحه والارضيه هذه مش القضية. ماشي الأرضية تاع أي ملعب في العالم ما تقدرش تكون امبيكابل، يعني جيدة جدا في كل وقت. لأنه علاش؟ لأنه في الصيانة كاين نوعين من الصيانة. كاين الصيانة روتينية عادية، وهذه الصيانة تتمثل في مراقبة العلو تاع العشب، تقتصر على الغازوناج، على قطع الغازون، يعني باش نخليو علو معين. هذه صيانة عادية. أما الصيانة عندما تقترب المقابلات، يعني في اليومين أو ثلاثة أيام قبل موعد أي مقابلة، تكون فيها صيانة المكثفة، وثم تكون عملية نتاع القص نتاع الغازون، وعملية نتاع الكومباكتاج نتاع الغازون، باش في الجور جي في النهار تاع المقابلة الوضعية تاع العشب تكون او طوب. إذن إذا ما كانتش كاينة فيه مقابلات، ما ننتظروش باش تكون فيها أرضية نوع تاع العشب تكون في حالة جيدة. هذا من المحال، ما نقدروش، ما كانش إمكانية في أي ملعب في العالم باش يخلي لك الأرضية تاع الغازون بالمستوى العالي على مدار سنة. هذا من المستحيل. إذن فيه زوج نوعية تاع الصيانة. كان النوعية الروتينية تاع المراقبة تاع الغازون، وهذه تقتصر لاروزاج، على لاروزاج السقي تاع الغازون، والطونداج، طونداج تاع الغازون باش يبقى الحجم تاعو ما يعشعش كبير، ما يكبرش بزاف. والمراقبة تاع المساحات البقع الصفراء هذيك، يغيروا، يحاولوا إما يديروا أدوية ولا يغيروا المساحات الصفراء هذيك وين العشب ما كبرش، ولا لأسباب ولا مريض العشب هذا كله، إذن يتغير هذيك البقع. وهذه تعتبر صيانة عادية تندار على مدار سنة. والغازون كي تشوفوا في المرحلة هذه ما يكونش المظهر ديالو أو طوب. والابروش دي ماتش كي تكون مقابلة مهمة، مقابلة معينة يكون فيها لا بريباراسيون تاع الغازون تكون مكتفة، وتكون فيها ان كومباكتاج تاع الغازون، ويكون فيها ان طونداج تاع الغازون يكون مليح. هذا هو كيفاش تكون القضية. إذن لا داعي عندما نشوف الغازون نقول نشوف صفر ولا شوية ولا هكذا، قال الغازون هو خسر، لا الغازون ماش مليح، لا ما هذه ما يعني ما تعليقات غير في محلها. نكتفي بهذا القدر ونخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.